بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي طلب لنا الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الحج. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب كيف كان بدء الرمل، هذا باب كيف كان بدء الرمل. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقال المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعوا أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. فترجم الإمام البخاري رحمه الله، وهذه الترجمة كيف كان بدء الرمل، متى بدأ ذلك الرمل، وكذلك ما العلة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة الأول من أول طواف يطوفون به بالكعبة. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب. يبقى المشركون جلسوا ينتظرون الصحابة رضي الله عنهم وهم يطوفون بالبيت، وقالوا: وقد وهنهم حمى يثرب، حمى المدينة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالرمل في الأشواط الثلاثة، وأيضا وأن يمشوا ما بين الركنين، قلنا على أساس أن الكفار لا يرونهم عند ذلك. وما منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر الصحابة أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، الرفق والشفقة بالصحابة رضي الله عنهم، وبالتالي الرمل، وكذلك بيأتي معه الاضباع، بيأتي معه الاضباع. وهذا الأمر بيكون مع أول طواف، مع أول طواف يطوفون به بالبيت، إن كان طواف قدوم أو إن كان طواف عمرة. يبقى نهل الإنسان بالعمرة، فإذا قدم إلى البيت لكي يطوف طواف العمرة يبقى بيرمل في الأشواط الثلاثة الأول، وكذلك بالضبع. وده الكلام ده بالنسبة للرجال. إن كان أهل بالحج أو بالحج والعمرة يبقى لما بيقدم على مكة بيطوف طواف القدوم، يبقى فيه أيضا الرمل في الأشواط الثلاثة الأول بالنسبة للرجال مع الاضباع. والاضباع هو إدخال الرداء تحت الإبط الأيمن ثم يقوم برد على منكبه الأيسر حتى يكون كاشفا لمنكبه الأيمن. يبقى قلنا ده للضباع، يبقى أيضا هذا بيتم مع الطواف الأول، وهذا الضباع لا نتممه إلا عند الطواف. عند الطواف يبقى إيه؟ وقف لكي يبدأ الطواف، ده بالنسبة للرجال يبقى كان فيها الضباع، يبقى بيقوم بجعل هذا الرداء تحت الإبط الأيمن ثم يرد على منكبه الأيسر ويبقى كاشفا لهذا المنكب الأيمن، وثم يكون الرمل في الأشواط الثلاثة الأول. والرمل معناها الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، يبقى الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، لا هو جري ولا هو أساسا مشية بطيئة، ولكن الرمل يبقى الإسراع في المشي، الإسراع مع تقارب الخطى، وكذلك يكون مضبعا مع هز الكتف. قلنا يعني كأن الإنسان بيظهر القوة، بيظهر عند ذلك القوة، ده كان المقصد منها. قلنا لأن المشركين ظلوا ينتظرون وقالوا يعني يقدم عليكم ولا القوم وقد وهنهم حمى يثرب،
هيبقى هزال في البدن وضعف يعني في أبدانهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالاضطباع وكذلك الرمل في الأشواط الثلاثة الأول حتى يظهرون هذه القوة بالنسبة للأعداء. قال في ذلك ابن عباس رضي الله عنهما: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين. أن حتى في مسألة الرمل يبقى كان الرمل وهو الإسراع في المشي في الجهة التي تكون في اتجاه الكفار، وبالتالي على ذلك ما كانوا يرون الصحابة لما يكونوا بين الركنين، فأمرهم عند ذلك بالمشي، وباقي الأشواط الأربعة يمشون ولا يرملون. قال: وما ولم يمنعوا أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليه بالشفقة. وكان الغرض من الرمل والاضطباع ده بالنسبة للرجال، طبعا دون النساء، كان فيها إظهار لقوة المسلمين لإرهاب العدو، كان المقصد منها إظهار قوة المسلمين لإرهاب العدو. فده كان بداية الرمل، وكانت العلة التي من أجلها أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا هو ذلك الأمر، على الرغم أن السبب قد انتفى، ولكن بقت هذه السنة، بقت هذه السنة. يبقى ده كان بداية الرمل، ولكن انتفى على ذلك السبب وتم فتح مكة. فعلى ذلك ترى يعني، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يمنعه من ذلك الرمل، فأمرهم بهذا الرمل، حتى بعد زوال السبب، حتى بعد زوال السبب. فعلى ذلك كانت سنة بالنسبة للرجال، وهذا في الطواف الأول. ثم ذكر الباب التالي: باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثا. يبقى باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثا. ثم ذكر رواية عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع. قال: يخب ثلاثة أطواف من السبع، أي يرمل، يرمل هذه الأشواط الثلاثة، وباقي الأشواط أربعة أشواط البقية كان يمشي. فذكر أو ترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف. يبقى كلام الرمل ده مع أول طواف، سواء كان طواف عمرة أو كان طواف قدوم، ويرمل ثلاثا. يبقى الرمل في الأشواط الثلاثة الأول فقط، إن فات منه ذلك الأمر يبقى على ذلك لا يأتي بها بعد ذلك، يبقى فات المحل. يبقى إن لم يتمكن من الرمل كنتيجة الزحام الشديد يعني في مسألة الطواف، يبقى على ذلك هيترك الرمل حتى لا يكون إذاء، لأن ترك الإذاء أولى من ترك هذه الهيئة، لأن ترك الإذاء الناس يبقى ده واجب، والرمل سنة. وبينا قبل ذلك أن السنة إن تزاحمت هذه الأمور يبقى بتترك السنة من أجل الواجب. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود، يعني استلم الحجر، استلم الحجر أول ما يطوف، قال: يخب ثلاثة أطواف من السبع. يبقى كان بيرمل في الأشواط الثلاثة الأول، والأربعة أشواط التي تلي ذلك كان يمشي، وإن لم يتمكن من الرمل في الأشواط الثلاثة الأول يبقى على ذلك لا يقضي ذلك الأمر، يبقى فات المحل. حتى لو تمكن من الرمل في الأشواط التي تلي بعد ذلك، لا، هي مرتبطة بالأشواط الثلاثة الأول، فمتى فاتت دون أن يرمل يبقى على ذلك لا يعوض ذلك، ولكن فات المحل. ثم ذكر الباب التالي: باب الرمل في الحج والعمرة. قال: باب الرمل في الحج والعمرة. قال في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما: قال: سعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط ومشى أربعة في الحج والعمرة. كذلك أيضا ذكر الرواية عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الركن: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك فاستلمه. ثم قال: فما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال: شيء صنعه النبي
صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. قلت لنافع: أكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال: إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه. فقال: باب الرمل في الحج والعمرة. يبقى هذا الرمل يبقى سواء كان في الحج أو كان في العمرة. يبقى إن كان في مسألة يبقى إن أهل بالعمرة فيبقى هذا الطواف يبقى طواف عمرة، يبقى فيه الرمل والإضباع. هذا بالنسبة للرجال دون النساء. المرأة مأمورة بالستر كاملا. قلنا حتى أن المرأة المنتقبة يعني أو المرأة المنتقبة يبقى لا تنتقب حال الإحرام بهذا النسك ولا تلبس القفازين، ولكن على ذلك إذا مر بها الرجال أزدلت كما كانت تفعل عائشة رضي الله عنها. بالنسبة للضباع الرجال يبقى للضباع متى يبدأ للضباع؟ يبقى عند أول طواف، عندما حيستلم البيت كده للطواف يبدأ يضبع. قلنا للضباع معناها هو أن يخرج هذا الرداء من تحت الإبط الأيمن ثم يرد على منكبه فيكون مظهرا للكتف أو المنكب الأيمن. وقلنا متى يزيل الضباع؟ بعد ما يتمم الطواف، يبقى قبل صلاة الركعتين. يبقى لما طاف سبع أشواط يبقى انتهى، فعلى ذلك حيذهب لكي يصلي ركعتي الطواف. أم بعد ما ينتهي من السبع أشواط يبقى على ذلك يغطي ذلك المنكب مرة ثانية. بنجد فيه أخطاء في هذه المسألة كثيرة. يبقى البعض يظن أنه حتى يصلي ركعتي الطواف، والبعض يظن أنه يظل كذلك حتى يتحلل من عمرته. لا، ده للضباع ده يبقى للرجال دون النساء، وكذلك مع أول طواف، وكذلك يبدأ مع بداية الطواف، يبدأ مع بداية الطواف وينتهي بعد نهاية الطواف وقبل صلاة الركعتين. والرمل يكون في أول طواف، يبقى الرمل يبقى الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، ويكون ذلك في الأشواط الثلاثة الأول. أما الأشواط الأربعة الباقية فيكون فيها المشي، وهذا أيضا يكون للرجال دون النساء. فلذلك قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الرمل في الحج و العمرة. قال في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط ومشى أربعة في الحج والعمرة. يبقى الرمل ده يرتبط بالأشواط الثلاثة الأول مع أول طواف، ويكون الرجال دون النساء، وباقي الأشواط يمشي ومشى أربعة. قلنا لو فات الرمل في الأشواط الثلاثة الأول يبقى على ذلك لا يأتي بها بعد ذلك، فانتهى محل هذه هذا الرمل. قال أيضا في رواية أن عمر الخطاب رضي الله عنه قال للركن، قال وهو بيستلم الحجر: أما والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك فاستلم. يبقى بيبين هذا على مرأى ومسمع من هذه الجموع. قلنا لماذا؟ قلنا حتى لا يظن البعض أنه حيتبرك بهذا المكان، يتبرك، ولكن هذه من النسك، تقبيل الحجر كما قبله النبي صلى الله عليه وسلم. ما العلة في ذلك؟ نقول إنها مسألة عبودية، مسألة عبودية. ولذلك عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا يتعدى هذا الأمر، لا تنفع لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلم كما استلمتك فاستلم. يبقى ايه السبب؟ دي مسألة عبودية. ايه العلة في ذلك؟ دي مسألة عبودية، انت عبد لله مأمور بالاتباع، مأمور بالاتباع، فهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فانت مأمور ان تفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ترك لتركنا. كما انت مأمور باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في فعله، انت مأمور ايضا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أن تترك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فما لنا وللرمل، يعني الرمل هو السعي في الأشواط الثلاثة الأول. قال: فما لنا والرمل، إنما كنا رأينا به المشركين. ده كان السبب كما بينا في رواية الأولى كيف كان بدء الرمل. ذكر أن المشركين قالوا عن الصحابة رضي الله عنهم: يخرج عليكم وفد الآن
وقد دهنتهم حمى يثرب، يبقى أجساد ضعيفة وهزيلة كنتيجة للحمى، حمى يثرب حمى المدينة. فعلى ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهروا القوة بالاضباع والرمل. قال: إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. يبقى لا مجال للرأي في هذه المسألة، وإن رغم أنه ما فعل إلا بسبب، فإن زال السبب يا ترى يرفع الحكم؟ ممكن لو أزيل السبب يعني ممكن يرفع الحكم، ولكن هذا الحكم ما زال ساريا وباقيا بعد ما فتحت مكة، بعد ما فتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا. يبقى على ذلك لكنهم ظلوا على هذا الأمر، وبالتالي في حجة الوداع يبقى فعلوا ذلك أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كان هذا حكم لسبب، وزيل السبب ولكن ما زال الحكم باقيا. لذلك عمر الخطاب رضي الله عنه تراجع عن هذا الاجتهاد، فقال ثم قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. قلت لنافع: أكان ابن عمر رضي الله عنهما يمشي بين الركنين؟ قال: إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه. ابن عمر رضي الله عنه يقول: ما تركت استلام هذين الركنين، اللي هو ركن اليماني وأيضا ركن الحجر، يبقى دي الأركان اليمانية، يبقى كان بيستلم الركن اليماني، ولكن بالنسبة للركن اليماني كان استلاما فقط، كان استلاما، أما الركن في الحجر ففيه التقبيل. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء، يعني مهما كان ازدحام الناس كان ابن عمر رضي الله عنهما يقاتل حتى يصل إلى الحجر، يعني كان يقاتل حتى يصل إلى الحجر، فلذلك كان مصرا على ذلك. لذلك قال: ما تركهما في شدة ولا رخاء مهما كان الزحام، يبقى كان يزاحم حتى يصل إلى الحجر. وكان يقول: منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. وقلت لنافع: كان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ يبقى لما كان بيستلم الركن اليماني ثم بعد ذلك بيسير إلى ركن الحجر، فقال: كان ابن عمر رضي الله عنه يمشي بين الركنين؟ قال: لما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه، يبقى كان بيمشي ليه؟ يبقى حتى يعني ييسر أو يسلك ذلك المسلك في سير بين الركنين، يبقى ركن اليماني وركن الحجر، وأن حتى يكون أيسر لاستلام الحجر، حتى يكون قريبا من الجدار حتى يستلم الحجر. فكان ده مذهب ابن عمر رضي الله عنهما، أنه يقاتل حتى يصل إلى الحجر، يبقى كان يستلم الركنين في شدة أو رخاء. يبقى لو كان الأمر ميسور بيستلم، طب لو كان في زحام شديد كان أيضا يقاتل حتى يستلم الركنين. قال: منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما، يبقى ده كان ابن عمر رضي الله عنه. ولكن كما بينا في حال الزحام يبقى ترك إيذاء المسلمين، حتى لو كان بسبب ذلك الترك إيذاء المسلمين المقابل هو ترك تقبيل الحجر أو ترك استلام الحجر الركن اليماني، وأن الركن اليماني ده استلام، يعني استلام معناه تستلم بيدك، يبقى أي تلمس هذا المكان، إن لم تتمكن فلا إشارة. هنجد أن البعض لما بيمر على الركن اليماني ولا يتمكن من استلامه يشير إليه ولا يقول لا، يعني لا تشير إلى ذلك المكان، الركن اليماني استلام فقط، أي يستلم بيده ولا يقبلها، إلا ما تمكن من استلام الركن اليماني بيده يبقى على ذلك لا يشير إليه ولا يلتفت إليه. ده غير الحجر كما سمعنا بإذن الله سبحانه وتعالى أنه الأصل كده يستلم الحجر ويقبله، إلا ما تمكن من تقبيل الحجر وتمكن من استلام بيده يبقى يقبل اليد، إلا ما تمكن من تقبيل الحجر أو استلام الحجر بيده أو بغيرها يبقى على ذلك يشير له إشارة، يشير له إشارة كما سنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اختلف ركن الحجر عن الركن اليماني، يبقى الركن اليماني بيتساوى مع ركن الحجر في الاستلام فقط، لكن في التقبيل يبقى ده ركن الحجر، في انقب أو استلم بيده
ولم يتمكن من التقبيل يقبل اليد أو استلم ذلك بشيء يقبله، إلا ما يتمكن أشار له إشارة، لكن لا يقبل بالنسبة للركن اليماني، وكذلك لا يشير إليه إلا ما يتمكن من استلامه. ثم ذكر الباب التالي، باب استلام الركن بالمحجن. على باب استلام الركن بالمحجن، المحجن ده عصا محنية الرأس، يعني زي العكاز كده، يبقى ده المحجن، يبقى ده العكاز أو أي شيء يعني يتمكن الإنسان من أن يلمس به الحجر، إلا ما يتمكن من الاستلام بيده وكذلك يتمكن من تقبيله. قال في رواية عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، قال يستلم الركن بمحجن، يبقى كان يطوف على بعير، وبالتالي لا يستطيع أن يستلم الحجر بيده أو يقبله، فكان عند ذلك يستلم الحجر أو هذا الركن يعني بالمحجن، يبقى بهذه العصا، ثم يقبل ما استلم به الحجر، يبقى سواء استلمته باليد أو استلمه بغير اليد، يبقى الشيء اللي هو لمس به الحجر يقبله، إن كان باليد قبل اليد طالما لم يتمكن من تقبيل الحجر، إلا متمكن تقبيل الحجر أو لمس الحجر باليد ولكن استلم الحجر بمحجن يبقى بعصا يقبل هذا الشيء الذي مس به الحجر، إلا متمكن أشار له إشارة. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير فيستلم الركن بمحجن، واستلام الركن يكون مع كل شوط من أشواط الطواف، ده الأصل كده، يبقى أنا ببدأ الطواف باستلام الحجر، يبقى مر أدت الشوط الأول، يبقى الشوط الثاني يستلم الحجر، إن لم يستطع تقبيل الحجر واستلم الحجر بيده يقبل اليد، إن لم يستطع يبقى يشير إشارة، يبقى الشوط الثالث الشوط الرابع لغاية لما انتهي من الأشواط السبعة. يبقى كذلك أيضا استلام الركن اليماني، كذلك يستلم الركن اليماني مع كل شوط من الأشواط إن تمكن، فممكن يتمكن من بعض الأشواط ولا يتمكن من بعض الآخر، وكذلك ممكن يتمكن من استلام الحجر وتقبيل الحجر مع كل الأشواط، ممكن يستلم الحجر ويقبله مع بعض الأشواط، ممكن في بعض الأشواط يبقى يستلم الحجر بيد ولا يتمكن من تقبيله فيقبل اليد، بعض الأشواط أيضا قد لا يتمكن من استلامه بيده أو استلامه بشيء أو تقبيل الحجر، يبقى يشير له إشارة. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين. باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين. ثم ذكر عن أبي الشعثاء، عن أبي الشعثاء أنه قال: ومن يتقي شيئا من البيت، وكان معاوية رضي الله عنه يستلم الأركان، فقال ابن عباس رضي الله عنه: إنه لا يستلم هذان الركنان، فقال: ليس شيء من البيت مهجورا، وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يستلمهن كلهن. ثم ذكر رواية عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. يبقى قال باب من لا يستلم إلا الركنين اليمانيين، ده الاستلام، استلام معناها أنه يمس هذا الركن بيده، يمس هذا الركن بيده، استلامه يعني يستلمه بيده، ده الاستلام. يبقى قال ما لم يستلم إلا ركنين يمانيين، ركن اليماني وأيضا بيطلق على ركن الحجر أيضا مجازا هو الركن اليماني، يبقى دي الأركان اليمانية، والأركان الأخرى أركان شامية، أركان شامية، فيبقى كان بيستلم الركن اليماني ويستلم الحجر، دي الأركان اليمانية، وما كان يستلم أركان البقية. لماذا؟ لأنها أصلا لم تبنى على قواعد إبراهيم، لم تبنى على قواعد إبراهيم، لكن الركن اليماني ده مبنى على قواعد إبراهيم، الركن أيضا الحجر مبنى على قواعد إبراهيم، لكن الأركان الأخرى الأركان الشامية لم تبنى على قواعد إبراهيم، وبالتالي لم يستلم هذه الأركان لأنها لم تبنى على قواعد إبراهيم. فقال على ذلك عن أبي الشعثاء أنه قال: ومن يتقي شيئا من البيت، يعني ما ينسبش أي ركن الأركان، وكان معاوية يستلم الأركان، معاوية رضي الله عنه لما كان بيطوف كان بيستلم جميع الأركان، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما إنه لا يستلم هذان الركنان، الأركان الشمالية لا تستلم، فقال: ليس شيء من البيت مهجورا، يبقى ما نهجرش الأركان الشامية أيضا. وطبعا هنا
مش معنى عدم استلام هذه الأركان أننا هجرنا البيت، لأن إحنا بنطوف بالبيت، يبقى ده ليس فيه أجران. فلكنه قال ليس شيء من البيت مهجورا، أي أنه لا يترك أي ركن من هذه الأركان، لكن لنا الاتباع. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم أحق بالاتباع، لذلك قال وكان ابن الزبير رضي الله عنه يستلمهن كلهن. احنا قلنا أن ابن الزبير رضي الله عنه نقض الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم، فلما كان بيستلم جميع الأركان، لأنها جميع الأركان بنيت على قواعد إبراهيم في عهد ابن الزبير، لكن بينا أن الكعبة أساسا يبقى جزء منها بني على قواعد إبراهيم اللي هي الركن اليماني وركن حجر، أما الأركان الأخرى فقصرت بهم النفقة، وبالتالي على ذلك بنوا ذلك الجدار، فلم تكن على قواعد إبراهيم. ابن الزبير رضي الله عنه لما سمع هذه المقالة من النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة، يعني لولا حداثة القوم بكفر، لو حداثة قوم بكفر لا نقضت الكعبة وأنا على قواعد إبراهيم، قلنا ده اللي حدث لابن الزبير رضي الله عنهما، إنه نقضها فعلا لما تمكن وبنى على قواعد إبراهيم. فكان ابن الزبير رضي الله عنه يستلم الأركان كلها، ليه؟ لأنها بنيت جميعا على قواعد إبراهيم. وبالتالي قلنا في عهد الحجاج بعد كده الحجاج يبقى قام بنقضها ثم بناها على ما كان بناء الكعبة قبل فعل ابن الزبير، فعادت بعد ذلك أيضا بنيت على قواعد إبراهيم، أدى ركن اليماني وأدى ركن حجر، ركن الأخرى يعني لم تبنى على القواعد. فلما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه والمعاوية أنه لا يستلم هذان الركنان، قال ليس شيء من البيت مهجورا. وأن طبعا هنا ما فيش أجران للبيت، لأن إحنا بنتمم الطواف بنطوف بالبيت بأكمله، فليس فيه أساسا أجران. وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يستلمهن كلهن. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم البيت إلا الركنين اليمانيين، استلمش الأركان الشامية، ولكن استلم هذين الركنين. لذلك بينا في الرواية السابقة أن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ورخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما، يبقى كان يستلم الركنين اليمانيين وما كانش يستلم الأركان الشامية. قلنا هذه العلة أن الركنين اليمانيين بنيت على قواعد إبراهيم وباقي الأركان لم تبنى على قواعد إبراهيم، فكان لا يستلم إلا الركنين اليمانيين. ثم ذكر الباب التالي قال باب تقبيل الحجر، وذكر رواية عن زيد بن أسلم عن أبيه قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. قلنا دي مسألة عبودية، يعني سواء ظهرت لك الحكمة أم لم تظهر يبقى وجب عليك الامتثال، العبودية توجب على الإنسان الامتثال، سواء ظهرت العلة أم لم تظهر، ظهرت الحكمة أم لم تظهر، أنت غير مأمور أن تنقب عن علة هذا الحكم أو الحكم من ذلك الحكم، ولكن طالما ورد وثبت بنص من الكتاب والسنة فعلى ذلك العبودية تقتضي من العبد أن يمتثل، تقتضي العبد أن ينفذ، ده مقتضى العبودية، موجب العبودية. يبقى الاستسلام والانقياد والخضوع الإذعان لما أمر الله تعالى به أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دي العبودية. يبقى نقول على ذلك بتترك أكل الميتة، يبقى دي عبودية لله سبحانه وتعالى، هذه عبودية. يبقى بتترك الغيبة، دي عبودية لله سبحانه وتعالى، بتصلي، دي عبودية لله سبحانه وتعالى، بتستلم هذه الأركان، عبودية. على ذلك تستلم ركن اليماني بيدك، إن لم تستطع فلا حتى تشير إليه، وإن استلم ركن اليماني يبقى لا يقبله، إن استلم ركن حجر يستلم ويقبل، إلا ما تمكن استلم ثم قبل، وإلا ما تمكن من التقبيل أو استلام يبقى يشير له إشارة. دي عبودية، هذه عبودية لله تبارك وتعالى. لذلك عمر الخطاب رضي الله عنه قال لما قبل الحجر وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. ثم ذكر أن عن الزبير العربي قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنه عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، قال قلت رأيت إن زحمت،
أرأيت إن غلبت؟ قال اجعل أرأيت باليمن. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم ويقبله. أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم ويقبله، يعني كأنه بيتكلم عن تقبيل الحجر. فعلى ذلك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم ويقبله، يستلم إيده ويقبله. فقال قلت أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ طب كان في زحام وإن لم أتمكن؟ قال اجعل أرأيت باليمن، يعني معناها لما بتيجي السنة مفيش مجال للرأي، مفيش مجال للرأي. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم ويقبله. قلنا لأن ده مذهب ابن عمر رضي الله عنهما، ولذلك الرواية السابقة قال ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء. يبقى مهما كان الزحام، مهما كان الزحام، يبقى كان يقاتل حتى يصل إلى استلام هذين الركنين كما استلمهما النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى ده كان مذهب ابن عمر رضي الله عنه. ولكن كما بينا أن إن كان هناك زحام شديد ولا يصل الإنسان إلى استلام هذين الركنين إلا بإذاء المسلمين، يبقى ترك الإذاء واجب. قلنا أن استلام الركن سنة، وإلا ما تمكن استلام الركن اليماني خلاص ولا يشير إليه، إلا ما تمكن من استلام الركن الحجر يبقى يشير له إشارة كما سيأتي الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ده كان مذهب ابن عمر رضي الله عنه. وكذلك أيضا بيستفاد من ذلك اجعل رأيت باليمن، يعني لا، يعني لا رأي أبدا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض السنة بالرأي. وده يعني ابن عمر رضي الله عنه ذكرنا قبل ذلك أن رجلا سأله عن حكم الأضحية، عن حكم الأضحية، إيه حكم الأضحية؟ هي واجبة ولا مسنونة؟ فما كان من إجابة ابن عمر رضي الله عنهما إلا أن قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمون. قال أسألك عن حكمها، الراجل بيسأل، يعني الراجل بيسأل الحكم، الحكم فيها إيه؟ هي على الوجوب ولا مسنونة؟ قال أما تعقد أقول لك ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمون. خلاص يبقى المسألة فيها إيه؟ قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يبقى الاقتداء، يبقى أن تحاكي النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى المطلوب أن تحاكي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى جاء القول حنتبع، جاء الفعل حنتبع، لا نسأل بعد ذلك. هذه مقصد عمر رضي الله عنهما. يبقى مقصده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى تفعل لا تترك أبدا. طالما تمكن الإنسان من هذا الأداء يبقى لا تترك أبدا سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، باب من أشار الركن إذا أتى عليه. قال باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم البيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه، كلما أتى على الركن أشار إليه. يبقى إن لو كان في زحام وأنا لن أتمكن من استلام الركن أو من تقبيله، يبقى في الحالة دي أشير له إشارة، يبقى أشير، يبقى أنا أرفع اليد، رفع اليد أشير له إشارة، يبقى الإشارة برفع اليد، يبقى برفع اليد في اتجاه ذلك الركن. ثم ذكر الباب التالي، باب التكبير عند الركن. قال أيضا رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. يبقى كان أشار ويكبر، يبقى حتشير وتكبر في كل طواف طالما لم تتمكن من استلام الركن ومن تقبيله. ماذا نصنع؟ يبقى تشير له إشارة، يبقى أنت بتستقبل الركن كده بصدرك وتشير له إشارة، تشير له إشارة. البعض كده بيشير وهو يعني بيسير، لا، لا، تقف وتستقبل بصدرك الركن ثم تشير إن تتمكن من استلامه أو من تقبيله. أنت متمكن يبقى أنا بستقبل الركن الحجر ده بجسدي كده، بستقبله بصدري وأشير، أشير له إشارة ثم أبدأ في
الطواف. ذكر الباب التالي: باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صار ركعتين ثم خرج إلى الصفا. في رواية عن محمد بن عبد الرحمن قال: ذكرت العروة قال: فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله عنه. فأول شيء بدأ به الطواف، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه، وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم يسعى سعى ثلاث أطواف، يبقى أول ما يقدم سعى ثلاث أطواف ومشى أربعة ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف البيت الطواف الأول يخب ثلاث أطواف ويمشي أربعة، وأنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. قال: باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صار ركعتين ثم خرج إلى الصفا. فعروة بن الزبير رحمه الله بيذكر أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة ثم لم تكن عمرة، يبقى بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج والعمرة معا، يبقى ده حج قران. والسبب أنه ساق الهدي وقال: لو استقبلت من أمر ما استدبرت لم أسق الهدي ولا تحللت بعمرة، ولكن ساق الهدي وأهل بالحج والعمرة فلا يحل إلا في يوم النحر. فتقول عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف. هنا بدأ الطواف كان طواف قدوم، وأن طواف القدوم ده مسنون، يعني ممكن الإنسان كده بيهل بالحج من الميقات ثم يذهب إلى منى إلى التروية دون أن يمر بالكعبة، دون أن يطوف بالبيت، دون أن يطوف بالبيت. طواف القدوم ده سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أهل بالحج مثلا بالحج والعمرة وبعد ذلك مضى إلى منى في اليوم الثامن، لأنه هو أهل في اليوم الثامن مثلا فذهب إلى منى، يبقى على ذلك هل يا ترى يبقى لازما أن يطوف بالبيت طواف القدوم؟ لا، طواف القدوم ده سنة سنة في الحج، سنة في الحج. يبقى لمن أهل بالحج أو الحج والعمرة للقارن يبقى طواف القدوم ده مسنون، غير اللي أهل بالعمرة. طواف العمرة هنا ده ركن أساسا، ركن. فلذلك عائشة رضي الله عنها قالت: ثم طاف، يبقى ده طواف القدوم. ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله، ثم حججت مع أبي الزبير، بيقول كده حججت مع أبي الزبير رضي الله عنه. فأول شيء بدأ به الطواف، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه، وقد أخبرتني أمي اللي هي أسماء أنها رضي الله عنها أنها أهلت هي وأختها لعائشة رضي الله عنها والزبير، الزبير هو زوج أسماء رضي الله عنها، وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا، لما مسحوا الركن حلوا. يبقى ظاهر الكلام كده كأنها لما طاف حلوا، وطبعا من أهل بالعمرة لا يحل إلا إيه بعد أداء مناسك العمرة، ومن أهل بالحج يبقى على ذلك يبقى لا يحل إلا في يوم النحر، في يوم النحر. وأن التحلل الأول والثاني إن رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر يبقى ده يتحلى التحلل الأول، حل له كل شيء كان محظور عليه إلا النساء، إن طاف طواف الإفاضة يبقى حل له كل شيء حتى النساء. قال: فلما مسحوا الركن حلوا. يبقى يا ترى ده هل بعد الطواف لو هو أهل بعمرة يبقى بعد الطواف يحل كده؟ نقول لا، ولكنه يسعى بين الصفا والمروة. دايما كده مجموع الروايات التي وردت، ولذلك يحمل فلما مسحوا الركن حلوا أي أنه لما أتموا مناسك العمرة إن كانوا قد أهلوا بالعمرة، أو لو كان أهل بالحج أو الحج والعمرة يبقى على ذلك
لما هيطوف طواف الإفاضة في يوم النحر يبقى حل له كل شيء حتى النساء طالما كان تقدم برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير. لذلك ذكر الرواية الثانية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم سعى أول ما يقدم يعني مكة سعى ثلاث أطواف ومشى أربعة، ده الطواف الأول. قلنا يبقى أول طواف سواء طواف قدوم أو طواف العمرة، وثم سجد سجدتين يبقى اللي هي سنة الطواف، ثم يطوف بين الصفا والمروة، ثم يطوف بين الصفا والمروة. احنا بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذه المسألة أن هل الإنسان بحج أو حج عمرة، يبقى لما بيطوف بالطواف الأول ده وهو طواف القدوم جاز له أن يسعى بين الصفا والمروة، وده مكان السعي الذي ايه في يوم النحر، فلا يسعى في يوم النحر طالما قدم ذلك السعي. قلنا لأن أركان الحج كده يبقى هيطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة، أو أركان العمرة يبقى أركان العمرة طواف العمرة والسعي بين الصفا والمروة، وكان قد أهل من الميقات بعد ذلك بيحلق أو يقصر اللي هو التحلل. بالنسبة للحج يبقى إن كان أهل بالحج أو الحج والعمرة إن جاء إلى مكة طاف طواف القدوم، ولو عند ذلك أن يسعى السعي المطلوب منه في الحج. فإن كان في يوم النحر يبقى رمى جملة العقبة حلق وكان التقصير وطاف طواف الإفاضة، فليس عليه سعي لأن السعي قدم ذلك السعي مع طواف القدوم. فلذلك ابن عمر رضي الله عنهما يقول ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة، يطوف بين الصفا والمروة عشان يتحلل من العمرة، لأن الطواف بين الصفا والمروة أو السعي بين الصفا والمروة يبقى ده ركن من أركان العمرة أو ركن من أركان الحج مع طواف الإفاضة. ثم ذكر رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف البيت الطواف الأول يأخذ بثلاث أطواف ويمشي أربعة، وأنه كان يسعى بطن المسيل اللي هو أساسا في الصفا والمروة، في الصفا والمروة كان يسعى بطن المسيل، يبقى في جزئية كده يبقى بين الميلين كان بيسعى، وده لو في بطن الوادي كانت تسعى هاجر رضي الله عنها إذا طاف بين الصفا والمروة. والكلام ده بيبقى السعي ده بالنسبة للرجال دون النساء، يبقى بين الصفا والمروة يبقى في السعي يبقى الشرط لابد أن يستغرق المسافة بين الصفا والمروة، لما يكون في بطن الوادي يبقى يسعى يعني في مسافة محددة يسعى ذلك هذه المسافة، ده بالنسبة للرجال دون النساء، ويكون مع كل أيضا شرط في الصفا والمروة بين إيه كل سعي في الصفا والمروة. قال من طاف البيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع لبيته، يبقى مقصده أنه هو طاف وسعى إن كان عمرة وبعد ذلك حلق أو قصر، فحل له كل شيء كان محظورا عليه. إن كان يعني بالنسبة للحج يبقى لا يحل من الحج إلا في يوم النحر كما بينا قبل ذلك. ثم ذكر باب التالي باب طواف النساء مع الرجال، قال باب طواف النساء مع الرجال. قال ابن جريج قال أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال، إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال كيف يمنحن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال، قلت أبعد الحجاب أو قبل؟ قال أي لعمري لقد أدركت بعد الحجاب. قلت كيف يخالطن الرجال؟ قال لم يكن يخالطنا، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت انطلقي عنك وأبت، وكنا يخرجنا متنكرات بالليل فيطوفن مع الرجال، ولكنهن كنا إذا دخلنا البيت قمنا حتى يدخلنا وأخرج الرجال، وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثبير، قلت ما حجابها؟ قال هي في قبة تركية لها غشاء وما بيننا وبينها غير ذلك، ورأيت عليها درعا موردة. ثم ذكر رواية عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفت ورسول الله
صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت ويقرأ والطور وكتاب مسطور. قال باب طواف النساء مع الرجال، يبقى على ذلك النساء يطوفن مع الرجال ولكن يعتزلن حتى لا يختلطن بالرجال، يبقى الطواف النساء مع الرجال وبالتالي لكنهن يعتزلن، قلنا معنى الكلام انه لا يختلطن بالرجال، لا يختلطن بصفوف الرجال، يبقى زي ما نقول صلاة النساء مع الرجال، لكن مش معنى كده صلاة النساء مع الرجال ان النساء تخالط الرجال او تكون في صفوف الرجال، لكن النساء صلينا مع الرجال، يبقى مع عدم الاختلاط، طواف النساء مع الرجال مع عدم الاختلاط. فلذلك قال عطاء اذ منع ابن هشام، ابراهيم بن هشام اللي هو كان على إمرة المدينة، قال منع النساء الطواف مع الرجال، يبقى كأنه كده جعل فيه توقيت تطوف فيه النساء وتوقيت يطوف فيه الرجال، يبقى ايه كما نقول يعني هذه الساعات يبقى لطواف النساء فلا يدخل فيها الرجال، وهذه الساعات لطواف الرجال فلا يدخل فيها النساء حتى لا يتختلط الرجال مع النساء. فقال عطاء رحمه الله اذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال، قال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ فقلت بعد الحجاب أو قبل الحجاب؟ قال أي لعمري لقد أدركت بعد الحجاب. قال قلت كيف يخالطن الرجال؟ قال لم يكن يخالطن، يعني طب يخالطوا الرجال إزاي لما النساء والرجال يطوفون في وقت واحد؟ فقال لم يكن يخالطن، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال معتزل الرجال لا تخالطهم، يبقى كانت بتطوف مع الرجال بتطوف اهي وعائشة تطوف لكنها كانت معتزلة، يبقى كانت معتزلة الرجال، يبقى لا تخالط لم تكن في صفوف الرجال، فقالت لا تخالطهم. فقالت امرأته انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت انطلق عنك، طب عايزين نستلم الحجر، فقالت انطلق عنك يعني اذهب انت، انطلق انت يعني نجيت نفسك، انت روحي لو انت اردت يعني. فقلنا ليه؟ لأن كيف هتستلم الحجر؟ يبقى لابد أن تنفذ من خلال صفوف الرجال، فعلى ذلك يبقى النساء هتشير إلى الحجر، يبقى تشير إلى الحجر. قالت وأبت وكنا يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كنا إذا دخلنا البيت قمنا حتى يدخلنا وأخرج الرجال. يبقى كانت لما تدخل البيت تدخل إزاي؟ يبقى لما كان بيبقى الرجال بتعتزل هذا المكان فلا تدخل إلا بعد خروج الرجال، يبقى حتى لا تخالط، يبقى طواف النساء مع الرجال، يبقى طواف النساء مع الرجال ولكن دون اختلاط، دون اختلاط. يبقى هل يا ترى يبقى في توقيت للنساء للطواف توقيت للرجال؟ يبقى لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا النساء يطوفن أيضا مع الرجال ولكن بلا اختلاط. لذلك ذكر الرواية الثانية عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها، عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، يبقى كانت مريضة، فقال طوفي من وراء الناس، يبقى طوفي وأنت راكبة، حطوف من وراء الناس وهي راكبة، يبقى بعيدة عن خلطة الرجال. قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت، يبقى صلاة الصبح ويقرأ والطور وكتاب مسطور، يبقى ده كان في صلاة الصبح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذه السورة. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوفي من وراء الناس، يبقى نقول طواف النساء مع الرجال طواف النساء مع الرجال ولكن بلا اختلاط، بلا اختلاط، يبقى لم تمتزج الصفوف، يبقى صفوف النساء دخلت مع صفوف الرجال او صفوف الرجال دخلت مع صفوف النساء، لا، لكن يعني كما بينا كنا يعتزلنا صفوف الرجال او حتى لا يختلطنا بالرجال، يبقى من وراء الناس حيث لا يكون هناك اختلاط بين النساء والرجال. ثم ذكر الباب التالي، باب الكلام في الطواف، قال باب الكلام في الطواف. ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال قده بيده، قال قده بيده. كذلك الباب التالي، باب إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف قطعه. وذكر في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما
أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يطوب بالكعبة بزمام أو غيره فقطع. يبقى قال باب الكلام في الطواف، يبقى الطواف صلاة، الطواف بالبيت صلاة، غير أن الله عز وجل أباح لنا فيه كلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. يبقى الطواف بالبيت صلاة، لكن الله تعالى أباح لنا فيه كلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. الشاهد من ذلك كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة ويطوب بالكعبة بإنسان، يبقى كان في طوافه، كان في طواف مرة بإنسان ربط يده الإنسان الآخر بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك، يبقى كان يعني ربط نفسه هذا الرجل مع آخر بيده، يبقى ربط هذا الرجل يده بيد آخر بخيط أو بزمام أو غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال له خذه بيده، يعني خذ بيده يعني امسك بيده، لكن لا يكون هناك يعني رجل مثلا يعني خشى على ولده يعني أن يتوف الزحام، فعلى ذلك ربط ذلك الولد بيده، ربط بيده الولد، ولد نقول لا خذه بيدك، يعني خذ بيده فقط، لكن لا يكون بسير أو بخيط أو غير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطعه، قطع ذلك السير. قلنا يبقى معنى ذلك أنكر ذلك المنكر بيده، أنكر ذلك المنكر بيده، وبالتالي لما أنكر ذلك المنكر بيده وقطع ذلك الخيط دل على أن هذا أمر لا يجوز، هذا منكر، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم بيده. لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله باب إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف قطع، يبقى ده قام بقطعه وهو في الطواف، يبقى تكلم مع الرجل وغير ذلك المنكر أيضا هو يطوف. يبقى الطواف بالبيت صلاة، غير أن الله عز وجل أباح لنا فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. لذلك ذكر هذه الرواية ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف الكعبة بزمام أو غيره فقطع. ثم ذكر الباب التالي، باب لا يطوف البيت عريان ولا حج مشرك. قال باب لا يطوف البيت عريان ولا حج مشرك. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف البيت عريان. يبقى ده كان في السنة التاسعة قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر. يبقى أبو بكر رضي الله عنه كان الأمير الحج في السنة التاسعة. أبو بكر رضي الله عنه أرضاه أمر أبا هريرة رضي الله عنه في يوم النحر أن يؤذن في الناس في رهط يؤذن في الناس ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ده كان آخر عهد بقى، خلاص بعد ذلك أخرج المشركون وكذلك لا يطوف بالبيت عريان. قلنا توطئة لحجة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، قلنا ده كان الحال. يبقى إن كان لم يكن من أهل مكة فعلى ذلك بيتخلص من ثيابه إن طاف يطوف عريان، إلا أن يستعير ثوبا من أهل مكة، إلا أن يستعير ثوبا من أهل مكة. يبقى لو كان بيأتي من خارج مكة ولم يكن عنده يعني ثياب أو لم يستعر ثيابه من أهل مكة كان يطوب بالبيت عريان، فعلى ذلك كان السنة التاسعة. يبقى توطئة لحجة النبي صلى الله عليه وسلم، على ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه في هذا العام قلنا حتى يؤذن في الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوب بالبيت عريان، وأبو بكر رضي الله عنه وارضاه امتثل ونفذ ذلك الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان في من بعث أبا هريرة رضي الله عنه لكي يؤذن في الناس أنه لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ثم ذكر الباب التالي، باب إذا وقف في الطواف، إذا وقف في الطواف يعني قطع الطواف كنتيجة صلاة مثلا، هل يا ترى يستأنف من جديد بعدما يصلي ولا يستكمل هذا الشوط الذي وقف لكي يصلي فيه، أو أنه يستأنف ذلك الشوط؟
أو يستأنف ذلك الشخص. يبقى قال باب إذا وقف في الطواف، يبقى هل انقطع الطواف بكده هيستأنف من جديد، ولا انقطع الشوط ده ويبقى يستأنف الشوط ده من جديد، ولا يستكمل من المكان الذي قطع فيه هذا الطواف؟ هذا ما سنرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.